هلا 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 بالجميع، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حبابكم والله حبابكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوتنا رندا رندا رندوش، هلا بيك أخونا صدام، هلا بيك عبد الله سليمان، مرحبا محمد الفاتح، هلا بيك والله محمد دريمو، هلا بيك أخونا إبراهيم، مرحبا والدركويت، مرحبا محمد صلاح حبابك. طيب خدنا أمل حبابك، خدنا فايزة حبابك، صلاح حبابك، خالد عامر حبابك، أخونا يوسف هلا بك، خالد عمار هلا بك، أحمد عبد الرحمن هلا بك، مها إدريس، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سراج الدين الحميدان حبابك والله، خونا حذيفة هلا بك، خونا معتز هلا بك، حسن صالح رضي حبابك، فيصل عبيد حبابك والله، خونا حسان حبابك، النزير عدلان حبابك، أخونا نوسة مساء النور السرور، أخونا كمال حبابك والله، حسن صالح هلا. أيضا موجودين أخوانا شير شير عشان نختصر و نطرش النظيف او نطلع النظيف و نديك الحقيقه المجرده كما هي، ما يغيبوك وما يغشوك. وصلوك لمرحله من الاحباط والايام دي القحاطه مثلوا لنا فيها ضحايا وبتهمهم حياه الناس وسايقين معانا في البوستات وعاملين فيها متضامنين وعاملين فيها خلاص الشيء اللي حصل في اسم شنو في ود النورة وش اللي حصل في بعض القرى وش اللي حصل في ام درمان ده بعينيهم وهم والله، وهو الشيء ده تم بإعاز منهم، ده اللي هو دايرينه الآن بخوفه في الناس. يا إما تقبلوا بالتفاوض وتضغطوا عشان الناس تتفاوض أو يتم بلكم من قبل، حتى كمان بيجوا يقولوا عليهم من ميليشيا يجملهم، يقول لك من الدعامة من الدعم السريع. يا زول ده حرب والله العظيم، شفتها لو ارتكبوا مليار مجزرة، لو ارتكبوا مليار مجزرة. حبابك يا سمورة مرحب بيكي، صح النوم صح النوم. الأيام دي سمورة السخارة مش غلالة. طيب شفت لو ارتكبت مليار مجزرة، أقسم بالله مليار مجزرة، ها حرب دي ما بتجيب الا بنهايتكم، نجيكم من الاخر كده والله ما بتجيب الا بنهايتكم. الليلة عملوا مسرحية كويس، انا قلت لك الناس ما خلاص عرفوا انه العالم هم متأكدين تعمل الناس كلها كرهتهم وكل الناس ضدهم وكل الشعب ده كاريهم وكاره حاجة اسمها جنجويد. الليلة عملوا لك البرنامج بتاع اطلاق سراح الأسرة التابعين للشرطة. يا أخي فكوا المدنيين من يوم 15 أبريل، في مدنيين ماسكينهم لحد الآن عندكم مشتبهين فيهم قلت استخبارات، فكوا المدنيين اللي أنتوا الآن مستخدمينهم كدروع بشرية، فكوا.
شنو المزرعة بتاعت فكينا 500 ما عارف وكم وفكينا فيكم فيكم المدنيين انتوا اوقفوا قتل المدنيين اوقفوا التدوين بتاعكم العشوائي ده واستهدفوا الجيش في مواقعه استهدفوا الجيش تستهدف المدنيين او جانا الليلة تعملوا لنا برنامج بتاع ما عارف انه فكينا 500 وفاكين يا معقولة فاكين اسرى قلت لك الناس اللي الكعك بتاعهم ده من الهناية ولا كيف من الكيس ولا كيف كعك نظيف ده كعك اسير يعني انتوا نظام ما كانت فيكم بهيئتهم القديمة ديك كويس النازل بعدين هم زادهم يعني انت قال لك النازل اسرهم في ميادين القتال النازل ما قاعدين في مراكز خدمية القاعدين في سوبا القاعدين في الكلية والقاعدين في وين وين جو دقلقوا تحت يتدقدق اهانوهم واذلوهم الناس كبار في العمارة اهانوهم واذلوهم ودقوهم وبشتروهم الان دارين عملوا فيها الجنجويد عندهم انسانية وجنجويد قدموا حاجة كويسة والجنجويد دايرين يصالحوا الشعب جابوا لك الجماعة دي اللي لبسوهم لك كاك نظيف وجايبين لهم لك يا اخي العسكريين يا اخي تفكوا المدنيين فكوا المدنيين فكوا المدنيين المساكين الماسكين من بداية الأحداث ذيل يا اخوانا جنجويد ده شفت لو لقيت جنجويد متعلق بأستار الكعبة لو لقيت جنجويد شفته ماسك في الكعبة فوق ما تصدقه ما تصدق الجنجويد يا زول أقدر من الجنجويد ما تصدقوا نهائيا وما بيشفع عليكم والله ما بيشفع عليكم أقسم بالله العظيم لو صرفت لهم مرتبات من 15 أبريل لو صرفت لهم مرتبات سنة كاملة لو صرفت لهم مرتبات سنة كاملة ووديتهم الحج وسجلت لأي واحد فيهم عمارة ما بيشفع عليكم انتوا انتهيتوا يا جنجة انتوا جناحكم السياسي موضوعكم استحمى يعني تقتلوا في الناس قتلتوا الناس يا اخي بل مئات مدنيين يا اخي ما عندهم ذنب في موضوعكم ده بتدونهم تدوين مباشر بل 120 بتدونهم بكل الهاونات اللي عندكم دي كويس وجايين تشبكونا احنا اطلقنا سراح مدنيين ما شو هنا يا بوليس وما عارف تعاون منو جايين وناس كاكي منظف من تاكيكم انتوا كده واخدوا لكم مهلة انتوا تنظفوا لقطوا القمر السارح فيكم ده انتوا هسه من بداية الاحداث دي فيكم زول قدر استحمى وفيكم زول من الخلع اللي فيكم يعني انتوا عملنا مسرحية يعني نظام انه الناس دي قاعدين ونحن قاعدين ومستقرين لمن كمان يا اخو البوليس كاكي ونظيف كده وكاكي يعني مكوي ويا ناس علامات جديدة يا جنجة قولوا بسم الله قولوا بسم الله انتوا قبلها قاتلين اسرى في جنوب الخرطوم في الاحداث المركزي قتلتوا 11 بوليس تفاصيلكم كلها معانا يا زلمة شنو السواقة دي ما بيشفع عليكم لو تعلقتوا على الكعبة حتظل جنجويته قاتل مجرم مغتصب الموضوع انتهى ما بتستعطفونا يا رسول بيمسكوا الناس يا اخي بتدفع يا اخي انا بعرف ملازمون فكوا بثلاثة مليار والله ملازمون فكوا بثلاثة مليار ملازمون تابع للسجون فكوا بثلاثة مليار يجي يقول لك قال احنا ما عارف شوف اي حاجة عملها الجنجة خد تحتها كم خط اياك تعاطف مع الجنجويد ديل كذابين وناس خونة وما عندهم أي موضوع نحن والله العظيم وكتابي الكريم وعليكم السلام ورحمة يوسف والله العظيم وكتابي الكريم يا جنجويد لن نغفر ولن ما منع طبلكم ذاته شو ما منع نهائي كأنه الشيء اللي عملته ده نحن ما شايفينه بعدين هوي والناس اللي بتنسوا ذاكرتكم سمكية ديل شايف في بعض من الناس كده خلاص الموضوع ده خشرين في راسهم انه نظام والله النازل يا اخي بيفكوا في الاسرة يا زول قول بسم الله قول بسم الله ده الجنجويت يا معلم ده الجنجة شفت الكاك عامل كيف وشفت الهناي كيف فكوا المدنيين
اوقفوا القصف العشوائي على المدنيين، انت قاعد تستهدف المدنيين استهداف مباشر. تيجي تقول لي انا فكيت لكم اسرى وفكيت لكم، الاولى انك تفك المدنيين اللي ماسكهم ديل، وتعرف نعرفهم في كل المواقع بتاعتك اللي انت الان مختبئ فيها دي. انا بالنسبه لي انت مختبئ فيها كتار، عامل لك معتقلات عديله، قاعد تعذب في الناس، انت استخبارات، انت وانت 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 وده تعمل لي انك انت فكيت عسكريين وفكيت معارف ضباط. احنا بيهمنا المدنيين، في الكلام المدنيين، في الكلام المدنيين. طيب انا جوا نزلت لك بوست، تلاقي حبيبنا الحرب دي والله العظيم والله ما حرب سهلة، ما حرب سهلة. وش اللي عمله الجيش السوداني والملاحم السطرة الجيش السوداني ده؟ اقسم بالله العظيم تدرس، اقول لك من الواضح تدرس والله تدرس. شوف قوة بالعتاد ده وبالعدد ده، وقاعدين في مواقع مشتركة مع الجيش، وانطلقوا من المسافة صفر، وأعدوا أعدوا أعدوا للمؤامرة بتاعتهم دي بالتخابر والتواصل مع الطوابير اللي كانوا داخل الوحدات العسكرية، وبعض الخونة بيجهزون أمورهم كلها. يوسف عزت القضاب قال يا أخي أنا والله العظيم قال إلا الوالدة صحتني، قال أمه صحته على صوت الضرب. صوت الضرب شنو يا التياري قاعد ده بتزع بيان؟ عشان تعرف إن زول ده كذاب وزول منافق، وترى ده ديدن الجنجة ودي تربية الجنجة أقدر من الجنجويت على الإطلاق. ما تفتكر إن أنا بقول لك لما أنا قاعد أقول لك يا أخي والله العظيم الجنجويت ده كذابين عندي معاهم تار، ولا الناس دي زعلانة مني؟ ما أنا الجنجويت عارفهم وعاشرتهم، بعرفهم حق المعرفة، أقضب ناس الجنجويد، أقضب زول ممكن ألاقي الجنجويد، أخبث بني آدم الجنجويد، لا يؤتمن الجنجويد، ما عنده أمان ولا بتعريفة، وقلبه أسود. جنجويتي قلبه مليان حقد على الإطلاق، الجنجويتي ما تأمن ولا تأمن جنبه على الإطلاق. والحياة دي ياري في دمه، أنا قلت لك الغدر والخيانة لأن هذا ياري في دمه نهاية، ما تصدقهم طالع يكذب في الغروات سنة كاملة. أمي صحتني، أمي يا كبير هسه واقف جايبينك بالسبت، ما أنا قلت لك ترى الجيش ده مسك على الجنجويد ده الحاجات والكلام ده كله بيجي في وقته، بيجي في وقته والله العظيم. يا اخوان الناس اللي قاعدين في اللايف ده شيروا، اي زول موجود في اللايف ده يشير، شايف اللايف عليه هجوم، الناس ما بتعرف الشير ولا شنو، ولا اللي قاعدين في اللايف ده جنجويد ولا شنو. ها جيت داخل اللايف ده شير طوالي، شير عشان واعمل لايك عشان اللايف، عشان تحمي اللايف يعني. التفاعل هو اللي بيحمي الصفحات وبثبت الصفحات، أغلبية الصفحات اللي قاعد تقفل دي بتقفل بعد ما التفاعل. الصفحة دي مع صفحتك أحميها، الصفحة دي أقسم بالله كمية البلاغات اللي قاعد تجيها يوميا تحيرك، دارين لسه الكتاب أي شكل من الأشكال، لكن هيهات هيهات. نرجع لموضوع الخايب العايب يوسف عزت. يوسف عزت ساق الناس وطلص، وأنا أمي أمي يا كبير يا هو جايبينك لابس لك قميص ملاية بس، ها ومنتظر. شوف الجنجويد اللي كان قاعدين زادوا من جوا. يا اخوانا الشغلة دي مخطط لها تخطيط كامل، الناس اللي دارين كانوا يبتلعوا الدولة السودانية دي ابتلاع عديل، الناس اللي جايين جاهزين مؤامرتهم كانت مكتملة، الناس اللي هذول استلموا البلد دي عديل، لكن ربك لطف وعندنا جيش. الجيش هسا في ناس الواحد بس من يشوفه مثلا الجيش قصر في منطقة ولا تحصل له نقصة في حتة، يقعد يسب الجيش ويشتم الجيش ويقول لك احنا ما عندنا جيش. اقسم بالله لو ما عندنا جيش زي الزمن انت كانت بعته والله نهارا جهارا. انت هذا الجنجوت ما بتعرفهم ولا شنو، الجنجوت ما بتعرفهم ولا شنو. هل تفتكر الناس لو كان استلموا البلد دي انت كان قاعد حيحتربوك؟ انت
كان قال حيقدرك، اقسم بالله العظيم تبقى بدون وطن بين يوم وليله، والله تشوف ذل وتشوف اهانه كده. اقسم بالله العظيم نحن المفروض اي عسكري بتاع جيش لقيناه السجود محرم، لكن المفروض نقبل راسه. اقسم بالله المفروض نقبل راسه، اي عسكري بتاع جيش يا زلمه. الجيش ده خلصنا من مؤامره، الجيش ده خلصنا من مصيبه، الجيش ده عمله ما في جيش في العالم بعمله يا حبيبنا. ده حرب بتاعت مدن، انت قالوا كلام سائل. ليه بقول لك يا اخي؟ حرب المدن دي مقبره الجيوش، جيوش جاهزه. والله العمل دي السودان اقسم بالله العظيم دوله عظمى، دوله عظمى اقسم بالله. زي امريكا دي لو كانت القوات دي متواجده داخل عاصمتها كان سقطت، كان سقطت. لكن الجيش استطاع انه يمتص الصدمه، استطاع انه ينظم كويس صفوفه، استطاع انه بالخدمات اللي كانت موجوده. ما هو الجيش ما كان جاهز، الجيش ما كان جاهز، الجيش اتغدر. لكن بالفعل استطاع انه يلقن الجنجويد درس لن ينسوا، قتلهم بالالاف. جنجويد انت ما في ناس كده ترى بالمناسبه منتبهوا للحرب دي ولا عرفوا انه كان في حاجه اسمها جنجويد ممكن يبتلعوا البلد دي الا لما الحرب دي بدات. الناس انت ما شفتهم معسكراتهم كانت قدر شنو؟ ما شفت المتحركات اللي كانت بتيجي داخله دي قدر شنو؟ ما شفت مواقعهم ومقراتهم اللي كان فيها جيوش قدر شنو؟ دي كلها الجيش ده قدر يشردها، يدخل البيوت، قدر يقتل الاف، مئات الالاف من المرتزقات، مئات الالاف قدر. ماليش ده اتكسرت عديل، قدر يدمر الكتله الصلبه بتاعته. انت قال لك الموضوع ده موضوع سهل، وتجي يا اخي والله العظيم نحن وما عندنا جيش وتاريخ. تقعد تسمع لي تقرير مضلل بتاع واحد قحاضي ضد الجيش، ضد الجيش، انت جاي تقعد تسمع كلامه وتقعد تطعن طوالي في الجيش. يا اخي في تقصير من قياده الجيش، من السيطره، من البرهان، من الجماعه المعادل ديل. انا ما قلت لك شوف العسكري لمين يلم قتلت العسكريه كويس، او زي ما بقولوا كده ما دار اقول له يمكن عساكر يدعى، لكن العسكري شفته لمن يلم قتل، لمن يجمع كويس بين القرصنه بتاعت العسكريه ويجمع بين الخباثه بتاعت السياسه عليه القسم والغزاله بتاعت السياسه. الافضل منه سياسي، الافضل منه السياسي بيجي سياسي سايدل. العساكر ديل اللي بتكلم عن الراس الفوق ديل، برهان وكباشي وجماعه المعام ديل، عرفوا ان الميليشيا دي بالحسابات العسكريه، الميليشيا دي ما بتقدر تعمل لهم حاجه، ما بتقدر تستلم البلد دي. عارفين قوتهم وعارفين وامتصوا الصدمه وتجاوزوا تجاوزوا تجاوزوا مرحلة الخطر. ما تشوف هسه اللي بيسووا فوق ده، الناس ما درسوا الشغلة دي وعارفينها كويس، تجاوزوا مرحلة الخطر. وأنا بقول لك عادل برهان عنده طموح في الحكم. برهان هذيلا لو هسه انتهى من الميليشيا دي، انتهى من الميليشيا دي بالمرة، بكرة الناس بتقعلب بتقفل في وشه. انت وسلحت الناس دي وانت وعملت، الناس انا بتفكر في شيلته. لكن خلي لك الميليشيا دي ويكسر شوكته ويجيك بتفاوض وانتقالية وما عارف شنو وما عارف شنو عشان يضمن بقاؤه في في السلطة بس. لكن الواجب الضغط عليهم. انا واحد من الناس نظام انه البرهان وزارة البرهان ده انا ما معه. انت عارف وزارة البرهان دي بترتب على شنو؟ انت عارف وزارة البرهان دي بترتب على شنو؟ الناس اللي بيقولوا وزارة البرهان دي احنا ما في وزارة البرهان يا زول. احنا في الضغط على البرهان انه يشتغل، احنا في الضغط على البرهان انه يسلح يدي الناس سلاح، احنا في الضغط على البرهان انه يهاجم الميليشيا دي ويبدا عمليات ارضيه واسعه، يفعل العنصر بتاع المباقته الفاقدين الان في كل المحاور، في كل المحاور ده احنا بنسعى له والدايرينه. لكن نيجي نقول لك ضغط البرهان، نيجي نقول لك امشي البرهان، انت هتقول لنا احنا جنجويت ولا شنو؟ اي زول بقول لك اذا البرهان شنو معنى ده؟ جنجويت يا زول، جنجويت. لكن البرهان شفته يدغد يتعاصر الناس. هسه الراي العام داخل المؤسسه العسكريه نازع جانب من البرهان،
هو قال كلية حربية برا، ما هو معانا الناس وصلوا لمرحلة لواء، لواء ده سايل، لواء بيقول لك البرهان المفروض يعمل كذا وكذا وكذا، ما داري نطرش، ما داري نقول كلام في اللايف ده هنا عشان كويس يستفيد منه الجنجة ديل. فأنا داير أوصلك لحتة نحن بنضغط على البرهان في الإعلام ده، أنت ما عندك معانا شغلة، بنضغط على البرهان، بنضغط يشتغل. حصل برهان ده نحن مش شايفينه كده، لكن الناس ديل هم الفوق الجيش ده من ناحية بل الميليشيا دي بالله كسرها انتهى منها. أس الميليشيا دي الآن عملوا شنو؟ بس من دخوله المدني ده تاني استلم وين؟ من بس استلام على جديد استلم وين؟ تاني بل منو غير بل المواطنين. كل محاولاتهم فشلت، في المدرعات فشلت، في سلاح الإشارة فشلت، في الفاشل فشلوا. هسه الآن في انسحابات في الفاشل كثيرة جدا جدا. مرتزقة كان جاي مفتكرين أن الفاشل دي حتسقط بين يوم وليلة يستلموا القناة، لقوا الموضوع مختلف، لقوا انه في موت بيحصل، لقوا انه هو يوميا بيدفنوا، يوميا بيفقدوا في عربات، ده مش الشغل اللي اتفقوا عليه. يتخارجوا كمية هسه بلغت دعين، وكمية بلغوا نيال، وكمية بلغوا الجنين، وكمية ده المرق برا السودان ذات بسبب البلة الحاصل ده والدقة الداقين لهم ده يتفاجئوا. ماليش دي الآن بقى من غير المواطن، بقى من غير هسه الاشتباك بتاعهم الفود النور ده، اشتبكوا مع ابنه؟ ما اشتبكوا مع ناس اكبر سلاح لهم كلاش جرنوفات، ما عنده سلاح زي الناس ذاته ما عنده، اشتبكوا معاهم تاني بلوا منه عملوا شنو؟ يوميا في سلاح الاشياء لكم مبلورين في بابا نوسى ديلكم، اقسم بالله العظيم تبلوا بل لمن قالوا ما دايرين قرب مدرمان ها ديلكم بردوا يوميا في تراجع. المهندسين دي كسروا حالها قبل مره، المدرعات دي بعد كم يوم حتى يجي يقول لك نحن موجودين. الان ده التوقيت المناسب للاجتياح والاكتساح البري والزحف في كل المحاور. شفت اليوم ذيك الشغل بتاع بحر تم في ساعات، وشغل غير يعني ما في زول كان حاسبه ولا في زول جايب له خبر، شغل بسيط لكن فايدته كانت كبيره جدا جدا. الجيش اليوم ذيك في بحر قتل 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 مئات الجنجوي، دمر عربات لا تفصلت وعتشال منهم زخاير، دمر كم مدفع. دي في عملية نوعية بسيطة، في عملية نوعية بسيطة بس لو اتحرك في كل المناطق دي هل بيعمل شنو؟ فأشوف هاي موضوع ده شنو من راسك، كون الميليشيا دي تنتصر أو تغلب أو تهزم الجيش ده، ده موضوع الميليشيا ذاتها مقتنعة بيه، وقالت الميليشيا ذاته عارفين الموضوع ده صعب تماما. الناس دي الآن دايرين يسوقوا الشغلة دي للتفاوض، دايرين إنك بأي شكل من الأشكال تقول لا للحرب، كويس؟ تقول لا للحرب، ودايرين إنك بأي شكل من الأشكال تستسلم للكلام اللي بيقولوا فوقه القحاطة دي. لكن نحن مرحلة دي ما بنصلها ولا حنصلها، نحن من بداية الأحداث عهدنا على نهاية وإبادة الميليشيا. أقسم بالله العظيم لو ارتكبوا في اليوم 500 مجزرة ما في مشكلة، مش في سبيل هناك ما في أي مشكلة يا زول، ما في أي مشكلة. شفت لو يرتكبوا 500,000 مجزرة في اليوم، والله العظيم ما نحن ما بنتراجع تماما، ما بنتراجع على الشيء اللي بدأ الجيش. النازل سرطان يجب استئصاله، ما بتخوفونا بمجازر، والله لو ترتكبوا في اليوم مليار مجزرة ما بتخوفونا ولا في زول خايف منكم. والناس بدأ النور ده زادهم، لو كانوا خايفين منكم كان فتح لكم جيتوا دخلتوا، والمدة قال لك ما كان عارفينه، ما كان عارفين الموضوع ده بيحصل، ما كان حاسبينه، لكن قال احسن نموت الرجال بدل الواحد هناك تنتهك ارضه وعرضه، قال احسن نموت الرجال. فالموضة يا جنجويد ما بتخوفونا بيه، بنقول لكم. طيب نخش في الموقف العملياتي بتاع اليوم. انا قلت لك بالمناسبة الميليشيا دي قطابين ما عندهم حاجة، على الإطلاق النازل ما عندهم حاجة، ما قعدوا يسوقوك يا زول. النازل اتهزموا وانجرموا واتهزموا شر هزيمة، قطابين ساكت في كل المحاور مهزومين، ما يجي يحششوا لك كويس؟
ويشبكوك هنحنا وهنحنا، ما عندهم اي حاجه. في كل المحاور الناس زي مهزومين ومجهومين. طيب نبدا بسلع الاشاره. سلاح الاشاره كالعاده، كالعاده جنجويد خاض مغامره، انا بالنسبه لي دي محاوله، المره دي بتختلف يعني، مدعومه بالمدرعات ومدعومه بعدد كبير جدا جدا كويس من المرتزقه النوير. النوير الليله ما تموت الضان، والله العظيم ما تموت الضان النوير الليله، ورون لك شعاع. وزي ما قلنا لكم اسلحه الاشاره، شفتوا مدرعات الدنجاوي دي؟ ها اشبكوا بي جيهات، بس كتروا الار بي جي، كتروا الار بي جي، بتولع بتولع. عندكم معلمين ما شاء الله تبارك الله، شفاده بتاعت ار بي جي، قلوبهم ثابته، عملوا ار بي جي. اليوم مدمر لهم دبابتين ومخرج لهم برضو دبابة من الخدمة، وجمعوا عدد كبير جدا جدا من المرتزقة. وطبعا أنا قلت لك قيادة الصف الأول الجماعة العاملين فيها أو الجنجويد أو أهل البيت بتاعنا، أو زي ما بيقولوا كده، ما داير أقول اللفظ ده عشان اللايف ما يتحظر، يدرد يقول لك في الجنوبين كويس، نوير وجزء من المرتزقة اللي هم الأثيوبيين، وديل يدردقوهم وينجام ويرجعوا. الليلة قال لك يا غرقة يا مرقة، قالوا يا غرقة يا مرقة. وبالمناسبة شو الحاصل ده كله؟ كل شو الحاصل اللي انت شايفه ده، كل اللي بعمله فوقه ده، ده الدفاعات المتقدمة بس، وما يتازوها بكل التهور بتاعهم ده وكل العفن الفقدون ديل. ما هو البلشاوي شن قيمته يا اخ؟ ما عنده اي قيمة. كل الفقدون ديل الخشنجية على المرتزقة جايبينهم ديل على كله كله كله، ما قدروا يقوموا الدفاعات المتقدمة بتاع السلاح الاشارة ده كله الكلام ده. سلاح الاشارة بعيد جدا جدا، ما قدروا يقوم السلاحات المتقدمة الدفاعات المتقدمة بتاع السلاح الإشارة، ما قدروا يخترقوا فيها ولا ارتكاز. كذابين كذابين، بل إنه الارتكازات بتاعت السلاح الإشارة دي هي في نفسها ده قاعد تمشط مرتاحين ولا مرتاحين. ويجي يقول لك سلاح الإشارة، تتذكر صاحبك ذاك الفلنجاي كان قال أنا جوا سلاح الإشارة وبصور وبضرب في قرنه في راقد، وقال إحنا جوا سلاح الإشارة، شايفه لك في الفاجر جرت مالك؟ ما كانت تجي تسجل سلاح الإشارة جاري مالك؟ ها؟ بردت منه؟ وشايفه برضه يتبكر أنا الفاشر إنتو وما عارفين ده. طبعا بلبل ده على المشترك، على المشترك ذات ما أوريلك الناس العرض، ها؟ طرابورة ديلك مع ناس قنعانين وناس دايرين موت أصلا، شايلين أرواحهم في يدهم كويس؟ فشايفه لك هناك بقول له ناس الفاشر إنتو مو بتفهمونا، وإنتو وأنا هنا جاي عشانكم، جاي عشان منى فلنجاي. جريت من الفاشر مالك؟ جريت من سلاح الإشارة مالك؟ آه مركت من سلاح الإشارة، أقسم بالله العظيم في الفاشل دي بإذن الله بتنجحي. وشك ما عجبني والله، وشك ده والله وش موت، نحلف عليك وشك ده نهائيا ما عجبني. وأنا يدري قلت له وشك وش موت، انجغم انجغم وشك ده وش موت. على العموم الجماعة بتعم لك في سلاح الإشارة مدعة لمن قالوا ما دايرين، وبدأ المدفعية رجمتهم لك رجم. والله يا اخوان المدفعيه شغاله في النادي الشغل زي الشغل، بلتهم لك بل صاح، انجرموا ها وتبلوا 6-0 في سلاح الاشاره صيو. وبعد ذاك حصل تمشيط، اتحدى يزر يقول لي ما حصل تمشيط، حصل تمشيط بيغادر هناك، يجي يقول لك سلاح الاشاره غاب قوسين او ادنى. يا زلمه بتتوهموا ليش؟ تتوهم انت ليش؟ ها؟ تتوهم؟ قال لك قال ما عارف سلاح الإشارة قاب قوسين
او ادنى، وان جاء واحد كده قال باذن الله قريبا في سلاح الاشارة. انت اطلع من كافور دي، اطلع من كافور. الزول عامل فيديو اللي بيقول باذن الله انا في سلاح الاشارة دي، اطلع من كافور دي بس، سيبه وخلينا من الجعجع. ماليش غير التصوير والطرس والسواق والخلق، ما عندكم اي حاجة. على العموم انا زي ما قلت لكم، المستعجل اللي قدره يجي لابطال الكدر. وبرضو الكدراوين ما قصروا، شغل خفيف كده ناس العمل الخاص، والله نازل تخصصوا في الجنجة، والله يبلوم لك، والله تقول بشم الجنجة ودل شم، والله نازل مرقوا لعملية تكهم منهم كده ساكت بس إحساس كده. شوف النازل يعني والفوا على جغم الجنجة كيف إحساس كده بس، لا معلومة مسبقة لا هنا، إحساس كده كمروا جغموا لهم ها سبع جنجبيتي راكبين مواتر، موتر وانت مدرع ما قدرت تيجي ماشي بموتر يا جنجويتي. والله واحد من الناس افترض نطف بتاع الموتر جابه واضح يا اخواننا، ده شغل في الافلام ذاته ما اعرف. ها ناس الطيرة جايكم، ناس الدبحة جايكم، عارف شغلكم كويس. وتلك حاجة كده حسوها بس، وانا كنت بقول لك بدأ العمل الليلي برضه ليلا، ناس العمل الخاص قاعد يمشوا كابس ونازل ماشي يا غالي. يجيك واحد من ورا التليفون يقول لك معلش ما عندنا جيش، والله معلش احنا ما عندنا جيش، والله ما عارف شنو الجيش يا اخو. كنت ما عندك جيش ما تنزل تكاتل انت، كنت ما عندك جيش بالمؤامرة الكبيرة تقسم بالله زمان كان انت بقيت هنا. تيجي تقول قال معلش ما عندنا جيش، شغالين ده شغالين، انت قاعد تزول مرتب هسه في نادي الحالات زي ما انت تزول مرتب لما تيجي تشبك الناس ما عارف شنو شنو. على العموم التحية لقشم الاشارة عموما، انا بقول عموما ليه؟ لانه انا عارف هناك في ابو طيرة، عارف هناك في مستنفرين، عارف هناك في ناس جهاز امن ومخابرات هيئة العمليات اللي هم ده والجنجة، ما عارف الناس انا تارهم قصتهم وهم حاقدين على الجنجة للدرجة دي لشنو ما عارف. لكن بيني وبينك اي محور فيه هيئة العمليات الجنجوي ده والله العظيم داغوا فيه مر، مع احترامنا لباقي القشم يعني كويس. لكن ناس هيئة العمليات نازل بصراحة كده عندكم عندكم ولا ده موضوع ذاته ما في له داعي. طيب ده بالنسبة لسلاح الإشارة ونجمة الإنجاز بالنسبة لي كويس. نمشي غرب أم درمان، طيب عم بدأت بغادر هناك في تقدم للجيش، في شغل تامي، في شغل تامي بغادي هناك. الدوحة قال لك دارين يغبوا الجماعة بمسيرات، هاي انجويت هوي جابوها منك المسيرة، جابوها منك كويس. برضو كذلك في مدفع تم تحييده قشم ابو طيرة هناك، اقسم بالله العظيم سادين سقارات وشغالين شغل بطاردو في الجنجويت دي زي الفيران، بتعطوا فيهم زي الفيران تقدم بالشارع. والله انا سبطيرة محل نعس، شوف سبحان الله عشان تعرف انه نازل في دايس اسعي، والله نازل بيمشوا بيشتغلوا والواحد محل ينعس بنوم، محل ينعس برتكز بنوم فتشوا في الدنيا دي العديد بداهم في البيوت وبداهم يعني شغل صعب 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 صعب. حرب المدن عشان كده بقول لكم بالمناسبة ما هي سهلة، ما زي ما انت شايف ما لعبة بتاع ببجي موضوع بيختلف، ده زول متلبد وممكن يضربك من اي جهة، ممكن افتح شباك اديك طلقة، ممكن يكون يعني ما شغلة سهلة. لكن قشم ابو طيرة هناك والله التحية لهم، تحية للقشم عموما، لكن ناس ابو طيرة بيغادم هناك سادين فرقة كبيرة جدا جدا، وفي تقدم ملحوظ يا اخواننا، في تقدم ملحوظ. الناس ان شاء الله باذن الله الايام الجايه ان شاء الله الايام الجايه هتسمعوا اخبار كويسه جدا جدا بالنسبه للمحور ده. يا جاويد كسروا لك الحنك بتاع سلاح المهندسين، كسروا عديل كده، قاموا منه فوق عشان تشوف يا اخوانا، عشان تعرف ان الجنجويد ده فورة ساكت بفوره، بس شوف فورتهم على سلاح المدرعات دي فقدوا آلاف المرتزقة ك
كسر الحنك هسه كمان سلاح المهندسين ده هسه فلنا قال انا على بعد امتار من سلاح المهندسين شفناه بس جاري في خزان قوله بس مصيج سلاح المهندسين ده كمل لك الجنجبيل كملهم عشان كده الايام دي برد يعني كده الايام بقول لك ناس تكساس تكساس الاساس وداسس الجيش ومدرمان دي عصب الجيش ومدرمان دي عصي على الجنجويت والتحيلم كلهم عمل خاص على كل القشم هناك كل القشم التحيلم يا اخوانا وكمان يا اخوانا الشرطة الامنية كمية كبيرة جدا جدا من الشرطة الامنية الان بيقاتلوا في صفوف القشم كمية كبيرة اقسم بالله العظيم ضباط على افراد على ضباط صف على جنود الآن منخرطين ومتقدمين مع القشم التحالم بالإضافة أن سبتيرا ده شغلهم ده سبتيرا طبعا دي حاجة غريبة عليهم دي شغلهم أصلا سبتيرا ده قوة قتالية أصلا أصلا أبو طيرا طبيعتهم طبيعي نازل جيش ميكاكي بتاع بوليس بس التحالم بالإضافة لباقي القوات وكمية عندي قائمة كده لا تحصل عندي قائمة كده ما لها عدد زادوا بننزلهم كلهم بأسمائهم برتبهم حتى الشهداء فيهم والجرحى فيهم ان شاء الله بننزلهم طيب عندك صالحة والمحور ده ما فيه حاجة جنوب درمان ما في حاجة لكن زي ما قلت لكم البل جايكم زي ما قلت لكم في واحد من المتعاونين معنا الصالحة ديل ده طرش لك الزيت بتاع المتعاونين هناك كلهم بالدليل وبالثابتة ما في واحد فيهم بقدر بفرفر وزي ما قلنا لكم والله العظيم يا متعاون اقسم بالله يبل راسه بس يبل راسه والله العظيم تشوفه بل ورطوا نفسكم ساكت يا انت الميليشيا دي سحابة راحلة يا زلمة ميليشيا شنو تقعد تضحي ببلدك وتضحي ب تتخارج يا زي ناس عبد الرحمن كان بيتعاونوا مع الميليشيا ناس مرقوا في الضعين وناس مرقوا في نيالة علاقتكم شنو انتوا من واحد منهم درمان اتولد جد بزاز اتولد في درمان تمشي تبرق في الضيعة هناك وهناك تجي الهدف اقسم بالله تقع قبل الفارغ بتاع الطلقة انت قاعد هناك هننزل عندهم ال زو هنا انت زيك ده قال لك بيحسبوا اقسم بالله بيقولوك طفل ممكن اديك طلقة براك دخلت نفسك في ورطة يا زول طيب نجي جنوب الخرطوم اللي هو ناس الشجرة بيغادم هناك ديل ناس الشغل ذاتهم شغالين تدوين وشغالين بل كده على خفيف كالتهمي وهو طبعا الجنجة برد عشان كده ما في حاجة كده يقولوا على برد وفي ناس بيقول لك والله نازل قاعدين هاي انا قلت لك ما قاعدين لكن قول لهم تعالوا صح الإشارة تعالوا هناك قربوا بس قربوا صح الإشارة بغادوا هناك اقصوا سلاح المدرعات بهناك بس قربوا من الارتكازات بتاعت القشم دي بس الارتكازات اللي بقت مترسة وبقى تقسم بالله الله الخريف لو جاء ذاته سيل لو جاء ما يقوم من محله سيل لو جاء ما يقوم من محله خلي انت جنجويتي لما يقول لكم شوية بتاع النوير وشوية بتاع قاش الشنجية الواحد خاشي معاكم براسه تدو يسطل يمشي وفي ناس اقسم بالله عاملين فيها مسطل عليه القسم القشم بتاع المدرعات ده فكوه منه مسطول فكوه منه شكرا عم يقول لك دروع لأي جربوع طيب نجي المقرن فيها في قصف مدفعي وفي شغل بتاع مسيرات لكن على خفيف كده على خفيف وناس المسيرات تكلمنا معهم يا اخوانا شغل في مدرمان قلة ده شغل بتاع المسيرات عشان نكون واضحين انا ما اعرف السبب في كده شنو يعني السبب في كده شنو انت لو لاحظتوا المسيرات دي قبل فترة كانت شغالة باستمرار لمن عاملين حي اسمها حصاد الجنجويد بيطلع اسبوعيا كده بالجغم والضربات اليوم ده الشغل ده وقف السبب شنو سألتهم قال لي لا نحن شغالين لكن ما في شغل كده بقول على زي اول على الاطلاق ما في شغل زي اول حركوا الشغل ده مسيرات دقوا لسه انتوا طبعا الشيء شايفين انه الجنجويد بيجوا يلبدوا عرباتهم بيجوا هنا قالين يمكن ما في هذول في طلاقت لقطوا بيلهم طيب
في حاجة ما تكلمنا عنها يا اخوان، النصفة برضه فيه جغل كتامي، يعني احيانا فيه طلعات جوية كده على خفيف، مع انه نحن قلنا النصفة ده يا اخوان يساوى بجنجته، ونخلص من موضوعه ويدمر وان شاء الله بيتم تعميره يعني. طيب نجي للنيل الابيض، يلا الابيض طلعنا شغل الفرقه هناك ما عجبنا الصراحه يا اخوانا. في ناس بيقول لي انت نازل شايلها معاك، انا ما شايلها معاك والله، انا ما شايلها معاك، احنا دارين شغل، احنا في جنجويت الان في حدود مسؤوليتك انت ما تتحرك، شايلها معاك انا على اكتبك شنو؟ في تراخي، في درون بيتم، حتى استخباراتك زادك، انا ما لقيتني استخبارات بتتعامل بالدرونات الا استخبارات النيل الابيض دي، يجيبوا لهم شغل مدنكل زول جاهز مفروض يقول بس يمشي يدرنوا معي يفكوا، تقصير واضح انت بتقصر ويعني دايما نطبل لك ونسكت لك بنتكلم، اشتغلت اصحاب نديك حقك يعني، مشكلتنا معاك شنو؟ طيب النيل الابيض ما في حاجه كده تذكر، احيانا بس ضربات جويه متقطعه ومناوشات بسيطه بسيطه بين العمل الخاص و العصابات بتاعت الميليشيا دي، لكن شغل كده عمليات أرضية كده مفتوحة الكلام ده ما في. طيب نمشي للجزيرة، الجزيرة يا اخوانا وياكم في شغل، وياكم وتصوير التحرك بتاع الجزيرة المتحركات وكشف المناطق، كشف المناطق اياكم وكشف المناطق يا اخوانا، الكلام ده احنا قلنا لكم كشف المناطق ده ما حباب وما حباب، وكشف التحركات جيش في الحته الفلانيه، الميديا كلها جيش في الحته الفلانيه، ابشروا ابطال العمل الخاص في الحته الفلانيه، ابشروا والله العظيم ما عارف هناك، ابشروا الليله قريه ما عارف كده كاكي اخضر، ابشر يا اخوانا الكلام ده ما بيجي، ده حرب، ده حرب، حرب مدن، انت يعني بتدي الجنجويت معلومه وانت قد تكون جاهل بالموضوع ده، لكن قد تضر بالقوه دي وقد تملك الجنجويت معلومه كان يصعب عليه انه يتحصل عليها يعني، فالموضوع ما موضوع بس سائل كده. طيب بالنسبة أقول للمحور بتاع المناقل، في تقدم ملحوظ في محور المناقل للجيش، وفي جغم حاصل، في إحساس بالمسؤولية، وفي ناس دايرين يشتغلوا والله العظيم شغالين صراحة. المحور بتاع المناقل في تقدم كبير جدا جدا للجيش، وصيجة صيجة يشهدوا بها المواطنين قبل المصادر، جنجويت مصيجين مصيجين عديد كده، من قرية لقرية، من قرية لقرية، من قرية لقرية، كويس في المحور بتاع المناقل ده مدمرة فيه 13 عربية، شغل ولا ما شغل؟ محور الفاو المحور ده انا بالنسبة لي مكسل، انا زول بديك النظيف وبديك الحقيقة مجردة زي ما هي، المحور ده انا شايف انه يغيروا القائد بتاعه والله العظيم، شغل بتاع تدوين مدفعي وشغل بتاع انك تفك ناس العمل الخاص بتاعك بالمزاج ما بينفع، ما بينفع يا زول، شغل بتاع الفاو ده كويس ما ينفع على الاطلاق، ده شغل ميت جدا يعني، ما انا ما عارف انت هل جاتك تعليمات انت كقائد هناك ولا القاده هناك جاتكم تعليمات انكم ما تتقدموا وما ما تشتغلوا، ما الميليشيا قريبه منك يعني، انت قاعد شنو ده تعتمد لنا على التدوين، ما انت قاعد تدون بدونك، انت قاعد تدون بدونك، المحور بتاع الفاو ده ما قاعد يدونكم، احسن تمرق يا زول تشتغل، ولا انت داير شنو؟ شغلة غريبة جدا جدا. طيب محور قرب المناقل، طيب الجنجويت خاضوا بغالب هناك يعني كم غارة كده، لكن الحمد لله بتم التصدي لها وبتم بلهم وبتم التعاون معاهم، اتكلمنا معاهم يا اخوانا اللي بيمنع التحرك شنو؟ اللي بيمنع التقدم شنو؟ قال لنا الشغلة دي استنزاف من الميليشيا، يا اخي معقولة؟ معقولة؟ شنو استنزاف من الميليشيا دي؟ ما تتقدم قدام، تتقدم قدام اشتغل شغلك يا زول،
في حاجة أنا قلت لك، في 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 توجيهات موقف الشغل بتاع الجزيرة ده، دي الخلاصة اللي أنا وصلت لها. لكن لا يمكن كمان توقف محور وتمشي محور، أصل المحور بتاع المناقل ده الجيش شغال فيه شغل كويس جدا جدا وشغل مشرف يعني، 13 عربية ده ما حاجة سهلة مع الجري والدزاز بتاع الميليشيا دي. طيب محور غرب المناقل شغال بيتصدى للتسللات بتاعت الميليشيا، واحيانا بيمرقوا طلعات كده على خفيف يعني. ما في حاجه كده تاني بقوله على مدمرين 8 عربات ومدمرين عربه زيت اس ما معروف محمله بشنو، لكن الحريق فيها حريق كبير جدا جدا على ما بتكون ذخيره ما في اي حاجه. طيب اتجاهات، في ناس بيقول لك العزازي، ما العزازي شوفوا العزازي دي فيها جيش ومدعم وفيها جيش كويس وجيش من حيث التسليح ومن حيث العتاد ما عليه خوف على الاطلاق، ما عليه خوف على الاطلاق. الشيء الان بعشم الميليشيا، الان الميليشيا بتهاجم هجوم دفاعي، نظام احنا شنو موجودين عندنا القوة نهاجم، واصلا بهاجم خوفا من الهجوم خوفا من العمليات الارضية، ما بس بتنازل في عمليات ارضية على الاطلاق. طيب نمشي للفاجر، قبل الفاجر في انتهاكات حاصلة من الميليشيا زي ما قلنا في بعض القرى كويس، في انتهاكات حاصلة وانتهاكات كبيرة جدا جدا، وعذبوا المواطنين عذاب اتجاهات السجد هناك. والشي ده برضه يا جيش ما حباب والله العظيم يا اخواننا، احنا الصاع ده صاع وهنا ده بنقول المتحركات دي يعني هي توجيهات انها تكون قاعدة كده تعاين مثلا الانتهاكات اللي قاعد تحصل دي، ولا الفاهم شنو ولا اللي بيحصل شنو يعني، هل بيحصل شنو؟ دي رجالة ساكت، دي رجالة ساكت، لأن احنا الآن كل كويس الداير انه المحركات دي تشتغل، المواطن ذاته يشوف انه في جيش ماشي متحرك، والله العظيم ده مش صح، لكن انت ما داير الصح ده شيء تاني يعني. طيب نرجع للفاشر، انا زي ما وريتكم قلت لكم يا ديفيد قبل من بداية الأحداث، الفاشر دي عصية عليكم، خدت لكم فكرة انكم ممكن تدخلوا الفاجر ده، ازول انتقم منكم والله العظيم. الفاجر ده بتخشوها بإذن الله تعالى، الفاجر دي يا جنجويدي والذي رفع السماء بغير عمد بإذن الله تعالى بتخشوها، وتكبدت فيها خسائر فادحة، تكبدت فيها خسائر فادحة. الطيران في ثابت عم تشتغل شغل كويس جدا جدا، جقم كمية من تجمعات الجنجة بل عنيف موت بالجملة، الجنجويد ما زالوا الآن بيستهدفوا المناطق السكنية المكتظة بالسكان. اما على المستوى بتاع العمليات ما عندهم ثبات على الاطلاق، ما عندهم ثبات. المشتركة بان للنازل 6-0، الان المشتركة بقت تشتغل الشغل بتاعها مطاردة عديل مع الجنجبيد، اقسم بالله العظيم بل زي البل، حريق زي الحريق، حريق زي الحريق. المدرعات الإماراتية دي كمية منها اتحرقت. أنا ما قلت لك طبيعة قتال الطرابورو ديل نفس الشغل بتاع الدنجة، تبتدوا كثافة نيران هم كمان بتخوروا معاك في كثافة النيران، عندهم قيادات بدورين الشغل ده متحركين شقالين يعني. انا في شغل كده قد ممكن نكشفه لك، انا ده قد يضر
التحرك. انا اجبر قلت لك يا اخي والله العظيم انا ممكن كان انزل لك يعني تقرير عام باماكن تواجد الجيش واماكن اختباء الميليشيا، لكن شفته قد يضر الجيش يعني، او قد يضر تواجد الجيش، او قد ادي احداثيات للميليشيا انه الجيش قاعد كده 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 كده. لكن عليه القسم، عليه القسم، الطرابورم الطرابورم يشتغل الجندي ده الشغل، ما كان خاتمه في حساباته، ما كان خاتمه في حسابات. عشان كده عبد الرحيم دقله، عشان كده عبد الرحيم دقله حاول يدفع تقيل مني ولجبريل والجماعه دي، لكن قاموا منه. عارف ان الشغله دي هتتغير، الموضوع بيتغير، عارف ان الموضوع ده بيتغير، الناس دي غيروا مسار المعركه تماما، غيروا مسار المعركه تماما. بل الجنجبيل ده البل زي البل، وانا قلت لك الناس زي ما عندهم خبرات، المرتزقه جايبينهم الجنجبيل ده ما عندهم خبرات يا اخوانا. زول قال لهم يا اخي راح يجيب غنيمه، عكس بتاع المشتركه، بس المشتركه دي نازله ان احنا من 2000 من 2003 في ناس في الخالده، من 2003 في ناس في الخالده، يعني كونه يسمع ذخيره ولا هنا ده 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 ده, ده 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 شغل ده عادي جدا جدا، ده عادي جدا جدا. عشان كده تهور مع الجنجويد ده بلوم لك بل لا من قالوا ما دايرين. شوف المتحرك بتاع الكوم وشوف العمل فوق الناس المشتركة دي شغل ما سهل، تك تك تك، ده شغل بتاع ناس محترفين، ما شغل سهل. هذا القطع المتحرك ده بالمرة قطعوه عديل، قطع كده قطعوه والله، شتتهم لك خلهم لك اي جزء في اتجاه، اي جزء في الاتجاه، ونازل عندهم تكتيك شغالين به، وهم مشتركة ومستنفرين وجيش، الجيش قاعد فيه ما في داعي، ما في داعي. لكن يوم الجمعة جابنا سبتيرة ومعاه جزء من ناس الجيش ومعاه جزء من ناس المشتركة، دق وقيم كده مع الجماعة دين ها عايزين جدال، اي زول مرق بدرب، اقسم بالله العظيم اي زول طار بدرب. ما تقول لي قال عانين، وما تقول لي ناس تصوير، والله التصوير ده والله في ناس رموا تلفوناتهم وقاموا جارين. وانا زي ما قلت لك الفاشر دي بدايه لنهايه الجنجويد، اسطوره الجنجويد انتهت موضوع الفاشر ده. وموضوع الفجر ده انا بالذات متفائل 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 خير، متفائل خير. وانا زي ما قلت لكم يا اخوانا تفائلوا، انا متفائل خير. الموضوع بتاع الفاشر ده عكس توقعات الجنجويد وعكس توقعات كويس اعداء الشعب السوداني كله، عكس توقعاتهم. ما كانوا متوقعين ان المعركه بتاعت الفجر تاخذ الزمن ده كله، ولا كانوا متوقعين انهم يفشلوا. يا اخي زول من يا اخي انا يعني انت خليك من ده، شوف بتسليحهم وبعتادهم ده، ناس ما قادرين يتقدموا في اجزاء، في اجزاء من احياء ما قادرين يتقدموا فيها. يجي يقول لك انا والله الفرقه ايوه بسقط، سقط فيها، سقط فيها، تعلم جثث الدين. والله العظيم اقسم بالله العربات المحروقه ما لها عدد يا زول، ما لها عدد. عملت شنو انت؟ انت كتبت منو غير كتبت المواطنين في الفاشر؟ مين بدأت الأحداث دي؟ دخلت معركة مع طرابورو دي، اللي عملت معاهم شنو؟ عملت شنو؟ يا إخوان أنا دايماً بقول طرابورو، لأن طرابورو هم الآن اللي قاعدين يخشوا في مواجهة، يعني الشغل الآن بتاع الاشتباك الأرضي ده بقى شغلهم قافل مع الناس دي، ومعاهم بعض القشم. لكن الآن في جنرالات في، أو زي ما بيقولوا كده مكانات في الترابور ديل، في مهران ديل، ده برنامجهم بقى تخصص في جينجوس، تخصص كابسون في محلاتهم. يعني الجنجويت الآن هم زادهم بقوا في اللي بتحلوا، وغير الخلافات اللي بيناتهم وغير الانسحابات اللي بتحصل يوميا، 20 عربية، 15 عربية، 18 عربية، مع ناس جو يتفاجئوا، ناس يتفاجئوا. فكل الجيش لو كان
بنفس الصمود بتاع مع انه احنا جيشنا ده كله صامد، لكن لو كان بنفس الشغل بتاع الترابور ده. عشان كده انا دايما انا دا انا 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 كنت بقول لكم يا اخوانا ما تستعجلوا بدايه الاحداث، ما تستعجلوا، نازل خلوهم، نازل خلوهم، نازل راسهم في النهايه بيجي. وشوف الزول لما يجيك مقتنع عكس الزول لما يجيك هنا، نازل اقتنعوا تماما، شافوا استفزازات الجنجويد، شافوا استفزازات الجنجويد وقلة أدبهم، شافوا الكلام ده، عشان كده خرجوا من الحياة. وأسود يوم الجنجويد أنا نازل ده أسوأ يوم عند الجنجويد، جقلبوا الفاطية بتاعينه أنحنا وعملنا وما عارف، وجايين عشانكم، جاي عشان منو؟ جاي عشان منو يا أخي؟ أنت اللي عملته في الجنينة ده يغتفر؟ هل اللي عملته في الجنينة ده يغتفر؟ تدفي الناس أحياء وتجي تقول للناس الفاشر أنا جاي عشانكم وهامش؟ هامش منو يا أخي؟ أنت ما كنت آدم من أدوات النظام السابق ده جايب انك تحرق وتقتل في دارفور، نازل في المعسكرات الاسد انت قاعد تدينهم في المعسكرات دي، انت السبب في دخولهم المعسكرات يا اخي. جاي ده توهم منو وتغش منو؟ اقسم بالله العظيم ساوك سواقه بلوك بل ما كنت متوقعه، والمتوقع لسه ان شاء الله البل الجاي في الايام الجايه دي. والله العظيم معارك الليله دي، والله حديد لاقى حديد، حديد ياكل حديد، وجم عديل مسافة صفر مكابسة كده من بغاد. عشان كده اخوانا دعواتكم للطرابور ديل وللجوشم وللمستنفرين، دعواتكم يا اخوانا المعركة دي بالمناسبة اقوى من المسيرات، اقوى من الرصاص، اقوى من اي نوع من انواع السلاح اللي هو الدعاء. الناس ما تنسى تدعي، وباذن الله باذن الله منتصرين منتصرين، وعليه القسم ما حد قف الفاشر، ما حد قفل الفاجر، والله ينجو انتوا الارجل مننا. استعدادوا الشعب السوداني حربكم الان بقى الصريح على المواطن، على على المواطن، اقسم بالله العظيم تاني في البلد دي والله ما قعدت، والله في البلد دي ما قعدت، اقسم بالله العظيم الفاجر دي بدار نهايتكم. والله لو جريتوا قلت واجريتوا الضعيف والله من الحكم، قلت واجريتوا نيالة اقسم بالله العظيم من الحكم، قلت واي ترتو السماء اقسم بالله العظيم من طير وراكم. اصلا الموضوع ده ثاني ما حيجيف كويس، وانتوا وراكم جبتوا الموضوع ده لنفسكم، تتبلوا اقسم بالله العظيم في كل مكان. وانا زي ما قلت لك ما تقول لي السلاح والدعم ولا غيره، بيقاتل القلب، لان جوت ما عندهم قلوب، ما عندهم ثبات، ما عندهم رجاله. الرجال والغدر والخيانه ما بتجتمعوا بالمناسبه، الناس دي طبعهم الغدر والخيانه والناس بتاع انسيه، ما عندهم اي ثبات، ما تسمع ما يقعدوا يعني يشبكوك. والله العظيم نحن وما عارف جيري دنقاس كضابين، ساي كضابين، ناس بتاع سواقه وناس بتاع صيجه، ما عندهم اي حاجه، ما عندهم اي حاجه. المشترك هذا اللي اكلوا الناس دي عديل، حسموهم حسم عديل كده، بل لهم بل كده لمن قالوا ما دارين. اقسم بالله العظيم واحد من المصادر بتاعين المعناس هنا وحياة الله، مش هسه يقول لك احنا محصلين الفاجر وما عارف شنو ما عارف شنو، اقسم بالله العظيم قال لي طلعنا مامور، والله كم يوم برا الشبكة ماموريات، قال لي اقسم بالله شفتها لازم في الصحراء دي بنفتش في جنجة بس ما لقيناها، بنفتش في جنجة شفتها تفتيش عديل كده ماموريات كده، قال لي بل ماموريه ما لقينا، ويجي يقول لك احنا مش عارف، قال له شوف شغلتك وين يا زول. طيب ده سالنا من يوسف عزت، قال يوسف عزت منفرس منتظر حمايتي يستلم القياده، رجل لك دي يستلم شنو؟ هو يوسف عزت برا وحمايتي ذاته لما لف الملايه بتاعته وجه كويس، جاب غادب هناك البلدية بيغادي هناك شارع القصر ومرق منها، يلا يلا لما جاب هضرب، قال للمذيعة أنا فقدت 60 من وستة دايرة تدوب حلاوة، دايرة وزعوا لهم ورد ما تبقي 60 ولا تبقي 100 وهموا، قال له يا أخي والله العظيم نحن يعني
استلمنا البلد دي كلها، وحتى الطيران اللي فوق ده ما الاقي، ما حيلقى مهبط ينزل فيه، وكل القيادات في الجيش انضموا لنا. قال الشرفاء، اتخيل شريف انضم للجنجبيل، قال كل القيادات كويس انضموا لنا، وما عارف البلد دي صاحبك لف لهم ملاية في راسه، ها وجاب هذه بهناك جيش بل كده بيختلف. جرى صيد، جانا انا قاعد تحت شجرة، تحت شجرة كبير، انت من القصر اللي تحت الشجرة، ها؟ قال انا كلامي هسه اتكلم معاك يا جاري، وهو قد قال انا قاعد تحت شجرة هو قداك وصيد يتخارج، خارجه وبعد ذاك اندقى، بعد ذاك اندقى واتصاب. يجي يقول لك قال والله العظيم احنا ما عارف شنو هنا اخي، ويوسف عزت برا واحمد تسات وكان قايل نازل هذا رفع له تقارير مضلله، والى الان بيرفعوا له في تقارير مضلله. كويس، زول كان ماشي القصر شويه كده قال لا هنا في اسمه شنو، قال انا قاعد تحت الشجره الان بتكلم معاك، قال انا من تحت الشجره، تحت الشجره قول واي ولا القشم ده حالي يا زول. والله العظيم، والله يا اخوانا هاي احنا زي قلت لكم دي نهايتهم. مهما تحصل شوف، انا بنصحك بحاجه واحده، تسرب. شفت الناس اللي شفتهم داخل جوه القياده العامه سردب، بس كان شفتهم جوه القياده شفتهم فاهم حال سردب، بس عارف ان الشغله دي لحظات، ما عندهم حاجه زي. ما عندهم اي حاجه، عشان ما تقعد توهم نفسك ساعه تقعد تعمل الناس زي ما عارف شنو. طيب ده قال حقيقه التوقيع مع روسيا بانشاء تزويد، ايوه ده شغل تمه، هو شنو حقيقه، هو ده شغل تم يا زلمه، ده شغل تم يا معلم. الشغل ده ما تاني بعد كده الا يبقى شغل بتاع محاور، ما هو في محور معانا الان قاعد يدعم في جنجويد ديل، انت لازم تجيب كمان محور اقوى فيه. السلاح اللي جه الايام اللي فاتت دي انت قاعد جه حبا فينا يعني ولا شنو؟ ما الشغله دي كلها بقت مصالح، وهي طبعا الشغله دي بشروط. انا لك انا كان عليه تكون مفتوحه، شروط شنو؟ تكون مفتوحة بدل قاعدة تكون قواعد ذاته. والله العظيم، والله طالما انه شغلة فيها محاور وفيها تآمر دولي وفيها هناك، قال ما يمنعنيش ان انا اعمل لي حليف قوي يقف معي في الحارة والباردة. وبعدين الناس كان صبوه مع زود ما بيتخلوا عنه، والله بشار ده لو لاب مش كان سقط، شغل بتاع مصالح يا زول، شغل بتاع مصالح. يعني انت الليلة اللي بنتجي كويس تمشي دي زي ما بيقولوا كده، ولا زي ده يجيبوا سلاح من اي دوله يدعموا في تنزل، يدوا فيهم في مسيرات ويدوا فيهم هناك. انا اجيب سلاح من وين؟ اجيب سلاح من وين يعني؟ ما انا دوله، اللي بيمنعني شنو؟ ما اتعاون مع اي دوله انا داير، اللي بيمنعني شنو؟ ما اتزود بسلاح، بيمنعني شنو؟ ما انا حر يا زول، هو ادي قاعده ادي هنا دي بلدي ودي ارضي ولا المشكله يعني. هو الشغل تم، انت هذا بتسال ها؟ الشيطان ذاته كان في طريقه، كان كان بيساعد في بلد جدا الناس تخوت يدها مع، وين المشكله يعني؟ بس هذه الحاجه بس شفتها تقضى على الجنجويد يعني. تمام طيب، ده قال لي قال جنوب كردفان وشنو في معسكر هناك تم تحريره اسمه القوارير ولا القوارير، تم تحريره ما في اي حاجه تاني اصلا. جنجبيت الريم وفيه صاح ودرزع وفيه مدفعيه صاح، وهناك صيغوا منه قاموا جارين منه جري. طيب ده قال ادريس ادم ادريس اعمل ليه بلوك يا زلمه، احنا بننظف اي جنجبيت هنا بننظف. أبشركم بإذن الله تعالى تفرح قريبا إن شاء الله بإذن الله، الفرح جاي يا إخواننا. وإلى حد هنا ونقف، شايف إنه أطلنا على الناس، وإلى أن نلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.